مرحبا بكم عندي هنا في الدار ديال المنزل ديال الوالدين، ومرحبا بهذا القناة انفاس بريس كوم. والحمد لله الحمد لله اللي داروا هاد اللي سيدنا الله يسرو دار هاد الاتفاق مع الاتحاد ديال اسرائيل في باش نورماليزي لا بي entre les juifs et les musulmans. هادشي ما عندناش غريب، هادشي سنين متعدده، وحنا كنعيشوا في هاد التسامح، في هاد المحبه ديال جاتنا هاد البلاد. كما انا بنت المدينه القديمه زياده وخلق في سيدي فتح في الملاح، عشنا مع الحاج اللي هو كان هو مول العماره فين كنا ساكنين، كانوا اليهود، وكبرنا مع ولادو. والوالده رضعت بزاف ديال الاولاد الداد، خويا دي في باريس مرضع مع صحابو اللي هما صحابو كيشوفوا كل شيء دابا، مرادعين انصامبل. تاعنا مرادعة مع ولد الحاج اللي عندي اليوم انا وياه، انا لو ميماج. والحمد لله الحمد لله بلادنا عايشين نورمال، ما كان حتى شي مشكل. اللي تيجيو الدراري من العائله والخوت من اسرائيل ومن كندا ولا من فرنسا ولا الامريكان، تيلقاو الراحه ديالهم هنا في هذه البلاد السعيده. والحمد لله الحمد لله على المملكه ديالنا، الحمد لله الله ينصر سيدنا اللي داير الخير كل واحد باش يكون مستريح في هذه البلاد اللي هي السعيده، اللي هي المغرب بلادهم. هما هاد المغاربه اللي كيجوا بلادهم، خلقين هنا، كابرين هنا، مرضعين مع ولاد الدرب، وما كان حتى شي مشكل لا على هاد المحبه اللي كاينه. ودابا عاد غادي تجي ان شاء الله المحبه تكون طويله ان شاء الله، والله يعز الرايه ديالنا في العالم كله، الرايه المغربيه، الله يعز الصحراء المغربيه حتى هي ديالنا، الله يعز الله يعطي الستر وضو عيني وطوال العمر لسيدنا محمد السادس نصره الله، هو وليداته وعائلته وكل الاسره العلويه. يعني هادي اسبوع الناس كيعيطوا ليا، لا فامي عاد عيطوا ليا باش كيقولوا ليا شابات شالوم، حيت اليوم عندنا شابات شالوم هنا ساعتين غادي تخرج شابات، عيطين ليا شابات شالوم. وشفتنا العائله ديالنا كتهضر في يوتيوب في القناه، وحنا فرحانين وحنا جايين. امتى غادي تحل ليغوبور؟ هما مرحبا بهم هنا في هذه البلاصه فين حنا دابا مجتمعين كندويو. هذه البلاصه فين كيجيو كيلقاو الراحه ديالهم، كيلقاو الخوت المسلمين معنا نيت في الدرب، كيجيو بركو معاهم، كيجلسوا معاهم في القهوه، كيفرحانين. وما كنمشوش نقولوا شي قهوه ديال، كنمشيو للقهوه ديال بحال كنقولوا ديال الدريبه ديال الدرب. وشاب هذا الشابات كيدخل عندنا كنحبسوا مع ستة لار وخمسة ونص، حنا كنحبسوا باش ما كاين لا عافيه، ما كاين لا طياب، ما كاينش لي بورتابل، ما كنقدروش نشرو من البيسري، ما كنقدروش نطلعوا في السياره. هادشي كلشي خصنا تندبخو قبل في الصباح، ندبخو اليوم دي هي الشابات بالليل، والغد مع في 12 النهار كله تنطيبو واحد البلا اللي هو تراديسيونيل، اللي كيقول لي معروفه في العالم كله ديال السخينه بحال كنقولوا طنجيه، شويه الهدمه، مي
سي بلو كونسيستون. تنلوح هاد الرسالة لخوتي اليهود المغاربة اللي في العالم كلهم، اللي مرحبا بهم ديما بلادهم فحال اللي كيعرفوها. مرحبا بكم في بلادكم فين تزدتيو فين كبرتيو، وخا هجرتيو بلادكم مشيتيو قلب خارج الوطن، ديما القلب ديالكم هنا في المغرب. ودابا غادي تكونوا ان شاء الله فرحانين بزاف، لان بزاف ديال الوثائق غادي يتقادوا ليا او نيفو ديال الفيزا، وداكشي ما كاين مشكل، راك تعرفوا القوانين كلشي ديال المغرب حل العالم كله.